مساء الخير. خير. أعطيني الاسم الكريم. أي تعالجت دليلة. دليلة أي تعالجت، أنت من عائلة من بيت الشيخ الطاهر أي تعالجت. أحكي لنا على شخصية الطاهر داخل البيت. يعني هو وربما المثقف والإمام بل الشيخ الطاهر أي تعجبت صاحب البيت. أنا أحبه كثيرا، حبا لا أستطيع أن نصفه لكم، من الطيبة دياله، من البساطة دياله، من كان إنسان هادئ جدا، إنسان حبوب، إنسان يعني ما من زيارات اللي كانوا يجوا لعنده يتلقاها بكل روح، بكل بساطة، بكل ما عندوش تعب، ما عندوش أنه يبخل الحنان دياله ولا العطف دياله ولا الطيبة دياله. إنسان يعني ما عنديش كلمات باش نوصفه لكم، لأنه كما يقول البسمة دياله تعبر عن. لكن كيف كان معاملته في البيت للعائلة؟ كان معاملة جد طيبة، كانت معاملة طيبة. تستذكري بعض المواقف؟ أنا يا كنت كان زرني في البيت، كنت نحضر له هكذا الأطعمة اللي كان يحبها، كان الابتسامة تاعو، الشكر تاعو اللي كان يعبره لي تاع إنسان جد حنون، جد حنون. شخصية أبو محمد الطاهر أي تعجبت رب البيت، ولكن نعرفوه هناك عالم. الآن قلتي أنه كنت تحضري له بعض الأكل والأطباق اللي كان يحب السمك. كان يحب السمك. كان يحب السمك جدا. ماذا عن الأطباق الجزائرية؟ كان الأطباق الجزائرية، الكسكس، يعني الاشياء اللي ماشي مضره للصحه. كان الطعام تاعو بسيط، ما في المنزل كان منزل بسيط جدا، كان فيه الا الاشياء البسيطه اللي ما فيهاش الزخرفه، اللي ما فيهاش يعني منزل ترتاح فيه، يعني فيها الكتب القرانيه، فيها يعني كانت عائله متواضعه جدا. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا.